السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم كيكة رائعة، تجيب صوص رائع وشيشة. هانتوما كي تجي رطبه غزاله وتتعجب الوليدات. بقاو معايا تشوفوا المقادير وكيفية التحضير وشكرا. كاس الزيت دلاروب ديال الزيت نباتية، وكاس ديال الحليب دافئ ديال العنبة، وكاس ديال سنيدة، وربعة البيضات، وجوج ديال الكاكاو، وجوج ديال الخمارات، وجوج وحدة ديال لافاني، طحين على حسب الخليط، وشوية ديال الكركاع، تقريبا جوج معالق باش يجيو مهرمشين زوينين. نخلطوه بهذا الخلاط، تجي ساهل حسن من الخلاط ديال الكهربائي. هانا ربعة البيضات، نضربوهم مزيان بشوية الملحة حتى يوليو بيضي، حتى يولي البيض بيض، وعاد نزيدو العناصر بشوية بشوية. درنا قبصة الملحة، نبقى نزيدو غير بشوية سنيدة ونطربوه مع البيض حتى يطلع لنا البيض. نزيدو عاود شوية ديال سنيدة وعاود نطحنو. نزيدو اللي بقى ديال سنيدة كامل، عاود نطربو تقريبا شي دقيقة. نزيدو غير بشويه بشويه ونعاود نخلطو، نديرو النص، نخليو النص شويه بعد بلاتي. نزيدو اللي بقى ديال الزيت، نعاود نطربو. عنديرو كاس ديال الحليب دافئ، نديرو نخلطو داك الخنيشة ديال الكاكاو، نزيدو الثانية، تيعطي نكهة زوينة هاد الكاكاو ديال البكية، تيجي زوين فيها. نغربلو حتى يبقى والو، ونخلطوه مزيان. وكتخلط مزيان، نزيدو ساشي هذا لافاني، عاود نطربوه باش يتخلطو كاملين. نصبو الخليط ديالنا في اناء باش نزيدو عليه الطحين والخماره. هالكيكه ديالنا وجدات سهله مهله. نديرو نص كميه ديال الطحين مغربل، نخلطو باش نزيدو معاه الخمارات ان شاء الله.
نزيدو بشويه بشويه الطحين، نحسو بها قريبه تعقد. نديرو الخمارات دابا، درنا جوج خمارات هانتوما تشوفو الخليط ديالنا، باقي نزيدو شويه الطحين. نحاولو منديروش تقيل وما نحسو بيه، غير شد راسو نزيد شويه. نديرو جوج معالق كبار ديال الكركاع مقطع، تعطيها الهرمشة تجي رائعة. هاهما تتشوفو الخليط ديالنا كيجا، جا خفيف. تقريبا هز لينا كاس ونص تقريبا ديال الطحين مغربل، الطحين يكون ممتاز ديال الحلوة. ودرنا له شويه الزبده والطحين، دابا نصبوها. المول كي بغيتو يا دائري يا كم المول اللي عندكم يجي زوينه. هانتوما تشوفوا العجين ما جاتش ثقيله، جات خفيفه باش تجي زوينه. هانتوما حسبينا في المول، تكون الفران يلاه شعلنا عليه. الا كان عندكم الفران ديال الكهرباء يكون درجه 170 حتى 180، الا كان ديال الغاز غنشعلو غير من التحت حتى تطيب الحلوه مزيان، وعاد نشعلو ليها من الفوق ان شاء الله. نخلطو الكل حتى ينسجمو مع بعضياتهم مزيان باش نديرو في البوطة ان شاء الله. كنحسو بالسكر والكاكاو دابو بعضياتهم. نديرو على بوطة تكون هادية مع التحريك باش متحرقليناش لاصوص. نبقى نحركو تنحسوه بدا تتقال، ونزيدو تقريبا نص كاس ديال الزيت النباتية مع الشكلاط ان شاء الله. هيا نتوما تشوفو بدا تتعقد، مبغيناهاش عقاد مزيان، بغيناها شوية خفيف باش نسقو بها الكيكة. صافي بهاد القوام دابا نزيدو غنزيدو الشكلاط الكحل،
اي نوع تفضلوه، مع تقريبا نص كاس ديال الزيت النباتيه. نخلي واحد دقيقه فوق البوطه مما يذوبين الشوكولاط ونطفيو. حتى الكيكه راه وجدات، نخرجوها ان شاء الله من الفران نكملوا التقديم ان شاء الله. هانتوما تشوفوا الشوكولاته وزاد تقلينا الخليط. نبقاو معاه حتى يذوب الشوكولاط كامل. دابا نطفيو البوطة. نبقاو نحركو حتى نحسو بالشوكولاط كامل داب. هما تتشوفو لاصوص القوام ديالو كيف جا. جا رائع. نخلطو مزيان حتى ينسجم الشوكولاط مع الخليط. ها الصوص ديالنا وجدات. نحاولو نجيبو شي فرشيطة ونتبكوها مزيان هي سخونة باش تشرب الصوص ديالها مزيان. نحاول باش نجيو دابا نسقيوها. الصوص كامل نخلوها ونخليوها تشرب واحد ساعة وتبرد، وعاد نزوقو الوجه ديالها ان شاء الله. هانتوما تشوفوا نخليوها حتى تبرد باش نزوقو الوجه ديالها ان شاء الله. زوقتها بشويه الشكلاط والكركاع باش شنو ما كان عندكم موجود زوقوا بها من الفوق، تجي رائعه وغزاله. نتمنى تجربوها ان شاء الله. تجي رائعة. الصوص ديالها انتما تشوفو كي ولات. بقاو معانا ما تنساوش ما تنساوش تضغطوا على زر لايك واشتركوا في القناة وشكرا.